أهلا بكم. أقدمت مجاميع مسلحة على اقتحام مباني ثلاث وزارات، هي الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن. بحسب بلاغ لمصدر حكومي نشر في وكالة سبأ، فإن المباني تعرضت لاقتحام ب12 طقما مجهزين بمختلف أنواع الأسلحة، يقودهم أشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية كقائد المقاومة وغيرها. الأمر الرافت هو صدور بيان عما يسمى بقوات الحزام الأمني تدين فيها عملية اقتحام مقرات وزارات في عدن، يفتح الباب أمام تساؤلات عدة ستكون محاور حلقة هذه الليلة. فهل هناك فصائل متعددة الأقطاب تحكم المشهد الأمني في عدن؟ أم أنها لعبة لإعادة العاصمة المؤقتة إلى مربع الفوضى؟ ما هي مخاطر إعادة التوتر الأمني إلى عدن خصوصاً بعد عودة الحكومة؟ هل لهذه الاقتحامات المسلحة علاقة بالتعيينات التي أصدرها الرئيس هادي مؤخراً؟ ولماذا تتحاشى الحكومة التنديد أو الإشارة بصورة مباشرة لهذه الفوضى ومن يقف خلفها؟ انقلاب مبكر في عدن يدشنه المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية التي لم يمضي على تواجدها في عدن شهران كاملاً، 12 دورية عسكرية اقتحمت وزارة الخارجية والتعليم والعدل، والحكومة تستنكر في بيان خجول هذا الاعتداء دون حتى أن تذكر هوية من قاموا بذلك، نتيجة متوقعة لفشل تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، وتحديداً ما يتعلق بدمج قوات الانتقالي تحت مظلة وزارتي الداخلية والدفاع. فرغم مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض، إلا أن الرياض فشلت في إيصال القوة العسكرية التابعة للحكومة إلى عدن. يبدو المشهد في عدن وكأن أصابع خفية تحركه كي يبقى حبيس المخاوف واللا استقرار، وكي تبقى الحكومة مرتبكة وعاجزة عن بسط نفوذها على مختلف مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية. منذ بداية العام تعمل حكومة معين من داخل عدن، إلا أن جميع أدوات القوة الأمنية والعسكرية بيد الانتقالي الذي تعتبره الحكومة شريكاً سياسياً، بينما يعتبر نفسه طرفاً مهيمناً على العملية السياسية والعسكرية في عدن والمحافظات الجنوبية. تقف الشرعية على أرضية هشة، فمعين عبد الملك وأعضاء حكومته لا يتجاوز نفوذهم قصر المعاشيق في صيرة، فيما يبدو هذا المشهد من تصميم أبو ظبي والرياض اللتين تدعمان الانتقالي فعلياً وتناوران الشرعية من تحت الطاولة للاستفادة من لافتتها القانونية. اقتحام الوزارات من قبل قوات الانتقالي في عدن لن يكون الأخير في مشهد تبدو فيه شرعية في عدن هي الطرف الأضعف، في الوقت الذي يستمر فيه خطاب الانتقالي العدائي ضد الحكومة ويسود مناخ الصدام على أداء الحكومة التي يعد الانتقالي ومن خلفه الإمارات أحد مكوناتها الرئيسية. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي فيها هنا في الاستوديو الدكتور عادل دشيل الكاتب والباحث. أهلا بك دكتور. وكذا الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي بلندن السيد صالح النود معنا عبر سكايب. أهلا بك سيد النود. مساء الخير، حياكم الله. أبدأ معك دكتور عادل. إذن 12 طقما يقتحم ويغلق مباني وزارات ومؤسسات الدولة بعدن مجاميع مسلحة، ما هي أبرز ملاحظاتك أو حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم. هذه التحركات وهذه الأعمال دليل واضح على عدم جدية الانتقالي في السير بالعملية السياسية الموقعة بين الحكومة اليمنية وقادة هذه المجاميع المسلحة. والهدف الثاني من هذه التحركات على الأرض تحت ما يسمى بالمطالبة بالحقوق وما شابه ذلك، دليل آخر على أن الانتقالي يريد إرباك المشهد السياسي داخل العاصمة المؤقتة عدن. أولا عمليا العاصمة المؤقتة عدن تخضع بشكل مباشر أمنيا استخباراتيا عسكريا لوجستيا للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات وأيضا للتحالف العربي، بينما الحكومة اليمنية لا يمثلها سوى بعض الشخوص أو الأشخاص في المؤسسات المدنية أو الوزارات.
مما يعني أن المجلس الانتقالي يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل العاصمة عدن، وهذا مؤشر غير إيجابي أنه لا يمكن لهذه العملية السياسية أن تستمر طالما والانتقالي يحمل مثل هذه الأجندات المتناقضة، فجزء يدين وجزء يقتحم وجزء يقول أنه مع التحالف مثل ما تفعل الحركة الحوثية. عندنا لجنة ثورية، عندنا قائد الثورة، عندنا المجلس السياسي، وهنا عندنا قوات الدعم والإسناد، عندنا ما يسمى باللجنة الجمعية العمومية، عندنا ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي، عندنا ما يسمى بالمقاومة الجنوبية، ولكن في الأخير كل هذه المجامع المسلحة وهذه المسميات تنضوي تحت ما يسمى بالمجلس الانتقالي. إذن يتحمل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عما يحصل داخل عدن. يعني لا سمح الله، لا نريد لهذه العملية السياسية أن تفشل مثل ما فشلت الاتفاقيات السياسية السابقة، ولكن هذا مؤشر غير إيجابي بكل تأكيد. أنتقل إليك سيد النود، يعني قوات تتبع الانتقالي تقتحم ثلاث وزارات بعدن، تطرد الموظفين، تروعهم، يعني ما هذه الفوضى؟ يقول المتابعون أو المراقبون للمشهد في عدن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعتقد بأن وصف ما حدث بأنه اقتحام وكما وصفته أو التصعيد في طرح الموضوع هذا وكأنه حادثة يعني اقتحام من قبل القوات خارجة عن القانون تريد أن تروع أو تريد أن هي لم يكن الأمر كذلك إطلاقا. ما حدث أنه كان هناك قوة تابعة للمقاومة الجنوبية التي هي قوة من القوات التي كان لها دور كبير. طبعا المقاومة الجنوبية ما زالت موجودة على الأرض وهي التي قاومت الحوثي وحررت الجنوب وحررت كثير من المناطق حتى ساهمت في معارك في الشمال. لذلك تصوير ما حدث بأنه اقتحامه ليس كذلك، وإنما كانت هناك زيارة ميدانية أو نزول ميداني لوحدة من هذه الوحدات لأنها حست بأن الشارع في الجنوب في عدن بالذات يعاني من الكثير من الويلات يعني أصبح الوضع لا يطاق، وأردت أن تلفت نظر بعض الجهات المتعلقة في هذا الجانب. إحنا يعني بداية يعني توصيف المصدر الحكومي في وكالة سبأ يقول اقتحام المباني التابعة للوزارات تعرضت لاقتحام ب 12 طقما مجهزين بمختلف أنواع الأسلحة، وهذه العملية أدينت بحسب بيان من ما يسمى بقوات الحزام الأمني إدانة عمليات الاقتحام هذه. هل نحن أمام فوضى إذن؟ لا لسنا أمام فوضى. الوضع في عدن الكل يعلم الوضع في عدن بأن هناك يعني بعد الحرب وصلنا إلى وضع معين وجدت فيه كثير من التشكيلات، بعدها تم ضم هذه التشكيلات وفقا ل يعني إدراج الكثير منها بشكل رسمي وبقرارات رئاسية منها الحزام الأمني والنخب، وهناك بعض التشكيلات التي بقت غير لم تدخل في هذه في هذا الترقيم وفيها ودخولها وفق هذه المؤسسات أو التشكيلات. لكن المقاومة الجنوبية هو فصيل رئيسي من الحملة يعني من قوات الدفاع عن الجنوب وعن يعني في ظل ضد الحوثي في يوم من الأيام، ولذلك هي موجودة على الأرض بعدت عن المشهد نوعا ما، ولكنها ما زالت قريبة من الشارع وما زالت تلعب دور قوي في الحفاظ على الأمن في عدن. ولذلك ما حصل هو مجرد زيارة تم طرح بعض النقاط فيها. للأسف الشديد وجدوا أثناء زيارتهم بأنه لا يوجد هناك أحد في هذه المؤسسات أو في هذه الوزارات يعمل، فهذا هو الشيء الأهم، أن هناك وزارات ولكنها لا تقدم شيء إلى اليوم، ولذلك يجب التركيز على هذا الجانب أكثر من التركيز يعني على أنه هناك إذا ما كان هناك موظفون خرجوا من هذه الوزارات خوفا على حياتهم بعد تعرض المباني للاقتحام من قبل فصائل غير رسمية، ليست مشكلة بالنسبة لك؟ لا، هو لم يكن كذلك. طبعا التصريح الذي صدر، هناك مشكلة في الحكومة هو في التصريحات، هناك البعض من يتحدث بلغة مختلفة، ليس هناك تصريح من الحكومة بدرجة بشكل رئيسي، وليس الوضع كما وصفه هذا التصريح. للأسف هناك مشاكل كثيرة ما زالت على أرض الواقع ويجب النظر إليها قبل أن نركز على مثل هذه الأمور التي هي ليست جوهرية في حقيقة الأمر. المهم ايضا ان نقول باننا لابد، هذا يعطينا مؤشر باننا لابد من الاستمرار في تنفيذ الشق العسكري والامني، والتاخير في ذلك هو ما سيسبب مثل هذه الحالات مستقبلا، والشق الامني والعسكري يعتمد على كثير من الامور،
منها أن تتجاوب الشرعية بسحب قواتها من شبوة وحضرموت، وهناك الكثير من التفاصيل في هذا الجانب. ولذلك التركيز على ما حدث أمس في عدن كأنه مشكلة كبيرة، هي ليست مشكلة كبيرة ولكنه لفت الأنظار إلى خلل لا بد من معالجته من خلال تطبيق الشق الأمني والشق العسكري لاتفاق الرياض. طيب في هذا السياق أنا يجب علي أن أقرأ، يعني يجب هنا قراءة بيان الصادر عن ما يسمى بقوات الحزام الأمني، التي تقول، يعني يقول البيان: تدارست قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني وإدارة أمن عدن ما تعرضت له وزارة الخارجية والتربية والأوقاف من تصرفات غير مفهومة قام بها بعض أفراد المقاومة الجنوبية الذين لا ينتمون إلى أي مؤسسة أمنية أو عسكرية رسمية، حاولوا من خلالها التعبير عن مطالبهم بطريقة غير لائقة، نرفضها جملة وتفصيلا ولن نقرها أو نقبلها، وجراء تلك التصرفات الصبيانية والطائشة. يعني هذه النقطة: تؤكد قوات الدعم والإسناد وحزام عدن وأمن عدن على حماية كل المنشآت الحكومية وضمان عدم السماح بالمساس بها مجددا وبما يضمن انسيابية عملها وكادرها بكل سهولة ويسر. يعني هذا البيان بعد هذه الحادثة التي تصفها أنت ب يعني العادية، و يعني لا يجب أن تضخم. طيب أعود إليك دكتور عادل، في هذا السياق يعني عندما نسمع هذا البيان، أنا سمعت ما تفضل به السيد صالح النود، ليست فوضى في عدن، ليس هناك فوضى. يقول: أولا مع الأسف الأخ صالح هو رجل قانون ويقول بأن هذه المجاميع يعني ليست خارج القانون. هو قال هي كانت من ضمن الخطوط الأولى للمواجهات مع الحوثيين. طبعا هو يدرك أن أغلب هذه المجاميع المسلحة ليست يعني تحت إدارة وزارة الداخلية، بل تتبع المجاميع المسلحة التابعة لما يسمى بالانتقالي. وإذا كان هناك بعض المجاميع المسلحة التي تم إصدار قرار جمهوري بموجبها عندما جاءت اتفاقية بين حسين عرب وأيضا أعتقد الإمارات، تم إنشاء بعض المجاميع ما يسمى بالأحزمة أو كذا على أساس أن تكون في إطار وزارة الداخلية، ولكن هذا لم يحدث. صدر القرار الجمهوري ومن ثم تمسكت هذه المجاميع المسلحة بهذا القرار وأنشأت مجاميع أخرى تفرخت منها ما يسمى بالمقاومة، ما يسمى بالأحزمة، طوق عدن، واستغلوا القرار الجمهوري الذي صدر بعد العام 2015 أو 2016 لا أذكر تماما. ولكن يقول هنا لا يوجد تصريح، الأخ صالح يقول لا يوجد تصريح رسمي أن أدان هذه العملية من الحكومة. مسؤول حكومي في وكالة الأنباء اليمنية السباق يدين هذا التمرد أو هذه الأعمال الخارجية عن القانون. أيضا القوات التابعة للمجلس الانتقالي أدانت هذه الأعمال، نحن لا نريد إدانة من هذه من الانتقالي أو ما يسمى بقوات الدعم والإسناد، نريد نوايا صادقة لتنفيذ اتفاقية الرياض خصوصا الجوانب الأمنية والعسكرية. الانتقالي في الوقت الراهن داخل العاصمة المؤقتة عدن يريد أن يرسل رسالة للمجتمع الدولي بأنني هنا على الأرض داخل عدن، ويريد إشراكه في أي عملية سياسية الآن وليس الغد على أساس أن يكون مثل أبناء الجنوب. ثم الانتقالي يريد من الدولة اليمنية أن تنسحب من داخل شبوة ومن وادي حضرموت وأن تسلم لهذه المناطق على طبق من ذهب كي يعلن الانفصال من طرف واحد. وبالتالي الأعمال هذه التي يقوم بها الانتقالي هي دليل آخر وقوي على النوايا المبيتة لدى قادة المجلس الانتقالي التي لا تبشر بخير. لكن أيضا كيف يعني الحزام الأمني إذا كان يعني يتبع الإمارات الدعم والإسناد، عفوا المجلس الانتقالي وكذلك الحزام الأمني، هم أصدروا البيانات المنددة أو أصدروا بيانا منددا، أنت تقول الآن أنها المجلس الانتقالي هو من يقوم بهذه الفوضى، ما هو ندد أيضا. أولا في العاصمة صنعاء يوجد مشرف حوثي يقتحم الوزارة، ويوجد لجنة ثورية تدين، ويوجد قائد الثورة يوجه، وهنا نفس العملية، الانتقالي يطبق نفس الإجراءات التي يقوم بها الحوثي في المناطق الشمالية، جهة تقتحم وجهة تدين وجهة تدعو إلى تنفيذ اتفاقية الرياض. تناقض عجيب. حتى في قادة المجلس الانتقالي حتى قبل أيام ناطق رسمي أو كذا باسم الانتقالي وأنا معه في حلقة يقول أنا لا أعترف بدستور الجمهورية اليمنية، ولكن قرارات الرئيس مخالفة للدستور، في تناقض عجيب. ولذلك إذا لم يتم تطبيق الجوانب الأمنية والعسكرية فلا يستبعد أن يتفجر الوضع عسكريا في عدن، وهو ما لا نريده ولا نتمنى.
وبالتالي إذا لم يدرك المجلس الانتقالي حقيقة المشهد على الأرض عسكريا فعلي أن يراجع. هل هناك أساسا يعني قوات عسكرية غير تابعة للانتقالي في عدن؟ يعني أنت عندما تحدث عن انفجار الوضع العسكري هناك، أنا لا يوجد قوات في عدن غير تابعة للانتقالي، لا يوجد على الإطلاق. كل المجاميع المسلحة بشتى الأسماء سواء كان مقاومة أو أحزمة أو ما يسمى بطوق عدن، كل هذه المجاميع تتبع المجلس الانتقالي وهو يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحصل داخل عدن. طيب فيما يتعلق بهذا السياق، دعنا نشك معنا في الحوار نأخذ صورة ربما مختلفة عن الوضع هناك في عدن. سيد فتحي باللزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الذي ينضم لنا عبر الهاتف من عدن. إذا سيد باللزرق، قبل أيام تحدث رئيس المجلس الانتقالي عيد الزبيدي أن قواته هي من تحمي الحكومة. ما حدث من اقتحام ووفقا للمصدر الحكومي الذي نشر في وكالة سبأ بتعرض مباني ثلاث وزارات للاقتحام، هل له علاقة بتصريحات الزبيدي؟ كيف تقرأ، في أي سياق تقرأ أنت؟ مساء الخير وتحية طيبة لكم. التحركات الأخيرة في عدن هي مرتبطة ارتباطا أساسيا بالتحرك الأخير في ملف الحرب في اليمن. الزيارة التي قام بها قيادة رئيس المجلس الانتقالي وقيادة المجلس الانتقالي إلى روسيا هي مرتبطة بضغط إماراتي تجاه التحالف وتحديدا السعودية لإشراف المجلس الانتقالي في مفاوضات الحل الأخير في اليمن. كل هذه التحركات هي مرتبطة بحالة التحرك الدولية الأخيرة لحل حالة الملف اليمني، بالتالي هذه الأطراف هي تضغط في عدن لأجل إشراف المجلس الانتقالي في هذه المفاوضات. إذا ما يحدث هو على الأرض هو انعكاس لحالة التحرك الدولية الأخيرة، لأنها جاءت بعد أيام قليلة وربما بعد أسابيع قليلة من وصول الحكومة وتعهدات المجلس الانتقالي بحماية الحكومة التي هو يشارك فيها. من جانب الشرعية لم يستجد شيء من قبل الحكومة على الأرض ربما يخالف ما تم الاتفاق عليه مع المجلس الانتقالي، لذلك هذه التحركات ربما تكون لها دوافع خارجية وهي ما أشرت إليه أنا شخصيا قبل قليل. التحرك الدولي الأخير في روسيا، التحرك الدولي من قبل المجتمع الدولي لإنهاء الحرب هو مرتبط ارتباط أساسي بما يحدث اليوم في عدن لسبب بسيط. لا توجد هناك قوات داخل عدن غير قوات المجلس الانتقالي، لا يوجد أي تجاوز أو خرق من قبل أعضاء الحكومة في عدن، وهذا أمر يؤكد أن الأفعال هي أحادية الجانب، والتحرك من قبل المجلس الانتقالي هو تحرك واحد ومنفرد، والأسباب لا تتصل بالوضع في عدن ولا تتصل بتطورات الوضع في عدن. لا توجد أساسا عملية سياسية حتى الآن أو أمنية أو عسكرية مشتركة لكي نتحدث عن أي خلافات بين الطرفين. هناك طرف واحد يحكم وهناك طرف واحد يدير المدينة من بدايتها إلى نهايتها، لذلك أي حديث أو أي تجاوز لا يتصل بخلاف مع الحكومة داخل معاشيق أو حتى داخل الوزارات الأخرى. لا، الموضوع هو موضوع دولي متصل بملف التسوية السياسية في اليمن. فيما يتعلق بتفاصيل يعني هذه الحادثة وبشكل عام، أليست هناك قوات لحماية المنشآت موجودة في يعني عند المنشآت الحكومية والمقار الرسمية هناك في عدن؟ القوات الموجودة في عدن متعددة، هناك لواء لحماية المنشآت، لكن هذا اللواء لا يسيطر على كافة المؤسسات الحكومية داخل المدينة، هو يسيطر تقريبا على المستشفيات والنيابة العامة، لكن مناطق أخرى ومؤسسات أخرى مثل مجلس القضاء، وزارة الخارجية، النفط، أماكن كثيرة جدا تحرسها فصائل مختلفة، بالتالي لا يمكن القول أن قوة أمنية محددة هي موكلة بحماية هذه المؤسسات. حتى هذه القوات في حال حمايتها للمؤسسات، في حال قدوم قوات أخرى تقتحم هذه القوات، هذه القوات لا تعارض، لا ترفض ولا تتصدى. حالة الرفض غير موجودة لسبب بسيط، أن كل القوى الموجودة هي تدرك أن أي قوة تتحرك داخل عدن لتهاجم مؤسسة عسكرية أو أمنية أو قضائية هي تتحرك بتوجيهات عليا وفق سيناريو مرسوم بدقة، لذلك هذه القوات لا تصطدم مع أي قوة قادمة. والأمر يتفاهم الجميع، أو الجميع يفهم أن الموضوع أكبر
من صراع بين قيادي أمني أو آخر أو خلاف بين وزير أو آخر، لا، الأمر تأتي له توجيهات خارجية أنه يجب التحرك هنا وهنا لأجل حسم ملف كذا أو كذا أو لممارسة الضغط في هذه الجزئية. الحكومة أمس أصدرت بيانا ونددت في الحادثة، واليوم اجتمعت مع مدير الأمن وكان واضحا في اجتماع اليوم. هناك بلاغ لمصدر حكومي نشر في وكالة سنة، صحيح؟ لا، لم يكن بيانا واضحا أول مرة. نعم، يعني في هذا السياق، في هذا السياق هناك من يطرح يعني حول هذه الأحداث التي يعني حول هذه الاقتحامات التي حدثت في عدن، هناك من يربط الأمر بقرارات الرئيس بالتعيينات الجديدة، تحديدا بتعيين نائب عام للجمهورية الموسي بديلا عن الأعوش، وأيضا بمسألة بيان نادي قضاة الجنوب دعوته لإغلاق المحاكم و النيابات. هل تقرأ أنت هذه المسألة من هذا المنظور أيضا؟ أنا شخصيا أقرأها بشكل أوسع. الأمر لا يتصل بقرارات الرئيس هذه الأخيرة، الأمر يتصل أن هناك طرفان في التحالف يريد كل طرف أن يذهب وحيدا في مفاوضات الحل السياسي الأخيرة في اليمن. دعني أعود بك إلى الخلف بعض الشيء. كانت الجزئية الأولى هي المصالحة القطرية السعودية. بعد المصالحة القطرية خرج عيدروس الزبيدي عبر لقاء سكاي نيوز ليقول كلام مخالف جملة وتفصيلا للحديث عن اتفاق الرياض والاتفاقات الأمنية والعسكرية. بعدها بأيام قليلة أصدر الرئيس هادي قرارات التعيين فيما يخص بالدغر ومجلس الشورى. بعدها بأيام قليلة تحرك المجلس الانتقالي وأصدر بيانات أنه يرفض هذه القرارات. بالتالي هناك معركة لدى الكبار ربما يتعاركون، لكن هناك أجندة بسيطة ينفذها الصغار في عدن، لكن هناك مشكلة لدى الأطراف الكبيرة فيما يخص ملف التسوية في اليمن. كل الأحداث هي انعكاس لحالة خلاف أكبر من عيدروس الزبيدي ومن رئيس هادي وربما من الشرعية والانتقالي. هناك محاولة للاستحواذ من قبل الأطراف التي شاركت في الحرب على اللحظة الأخيرة في ملف إنهاء الحرب في اليمن. كل طرف يريد أن يذهب وهو يملك الأوراق الكاملة والقوية في ملف التفاوض النهائي. بالتالي معركة عدن اليوم ليست معركة ضد الشرعية، وليست معركة بين الانتقالي والشرعية، وليست معركة بين الفصائل الأمنية وحكومة دكتور معين. هي ربما معركة لتفاصيل أكبر ولمشروع أكبر، ومعركة التسوية النهائية في اليمن. كل طرف يحاول أن يلعب بقوة أن يكسب لحظة الأخيرة، وهي اللحظة المهمة من الصراع في اليمن. 6 سنوات من الحرب ستنهيها، أيام قليلة من التفاوضات في أي بلد خارجي، وبالتالي أي طرف من الأطراف الدولية سيشارك بقوة في المفاوضات الأخيرة سينجح، والصراع بشكل عام يندرج في هذا الإطار. شكرا لك سيد فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك سيد النود، يعني أعود إلى تصريح السيد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي عندما يقول أن عدن مؤمنة بقوات المجلس الانتقالي بقواته. كيف يفسر إذن ما حدث من اقتحام لمباني الوزارات؟ صحيح، ونؤكد بأن عدن آمنة، والدليل على ذلك بأن الحكومة إلى يومنا هذا تعمل في أجواء أمنية مستقرة. ولكن ما حصل في الأمس كان ربما حركة لا يبارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، أو المجلس الانتقالي يرفضها تماما، وترفضها كل القوات التابعة لإمرة المجلس الانتقالي الجنوبي. ولكن كما ذكرت لك، عندما تستاء حالة الناس وحالة الشعب لابد من أن تكون هناك ردود أفعال، ولا نتوقع من أين تأتي تلك الردود. ما حدث بالأمس هو أن هذه الوحدة الأمنية والوحدة التابعة للمقاومة الجنوبية التي لا تخضع لأمر مجلس الانتقال الجنوبي مباشرة أرادت أن تقوم بهذه الزيارة للفت نظر هذه الوزارات إلى المشاكل التي يعاني منها الشارع في عدن. لذلك هي ليست أكثر من ذلك، لم يكن هناك تهديد ولم يكن، ولكن المجلس الانتقال الجنوبي حريص على أن لا تتكرر مثل هذه الأساليب في التعامل مع التحديات ومع المشاكل. المجلس الانتقالي الجنوبي يعمل وفق اتفاقية وهي اتفاقية الرياض، ولديه طيب ما هي الإجراءات على التشكيلات التي من خلالها يعمل على استتاب الأمن في عدن؟ نعم، ما هي الإجراءات التي ستتخذ ضد من قاموا بعمليات الاقتحام هذه؟ لأن هناك فيديوهات منشورة، ويبدو أن يعني التعرف على الشخصيات هذه سهل ليس صعبا.
لن اذا كان البعض يتوقع بان يكون هناك نوع من المواجهه ما بين القوات التابعه للمجلس الانتقالي الجنوبي وفصائل اخرى او تشكيلات اخرى تابعه للمقاومه، لن يكون هناك مثل هذه المواجهه، وانما سيتم التواصل معها الوحدات والتشكيلات والعمل على ان يتكرر مثل هذا الموقف مره اخرى، والعمل معا على اشكاليات دون اللجوء الى مثل هذه الاساليب التي قد ينظر اليها او قد تنظر او تستغلها وسائل الاعلام مثلا اللي تقلق منها موضوع اكبر مما هي عليه، ولذلك سيتم التواصل معه من كان على يعني مرتبط بهذه التصرفات، ولا بد ان يكون هناك اتفاق مستقبلي، وتمت اتفاقات في السابق في العمل معا على ان نحافظ على امن عدن، فالكل يريد عدن الامان والاستقرار ولشعب عدن. يعني هو وسائل الاعلام سيد النود هي تنقل ما يحدث في نهايه المطاف، لا نختلق شيئا، لكن الان برأيك وفقا لهذا الوضع، وأنا أتساءل هنا وأنقل تساؤلات من قبل أناس أيضا، كيف ستعمل الحكومة بشكل جيد وفقا لحالة عدم الأمان هذه؟ الحكومة ستكون أكثر أمانا عندما تبدأ تعمل وتقدم معالجات للمشاكل اليومية التي يعاني منها أبناء المدينة التي تحتضن هذه الحكومة، وهذا سيبدد كل اي حساسيه او اي احتمال لتصرفات قد تخل في امن عدن، ولذلك نحن معا جميعا لندعم هذه الحكومه لتقدم شيء للشارع، ولكن الى اليوم هذا للاسف الشديد هناك تاخير، وهناك رسائل اخرى ترسلها الشرعيه التي ربما تذهب ضد روح اتفاق الرياض والذهاب نحو تحقيق شيء على الأرض، ولذلك نحن سنعد بأننا سنكون داعمون لأمن عدن ولأمن أو مناخ يسمح للحكومة بالعمل في عدن بشكل سهل، ولكن عليها أن تتحمل كثير من المسؤوليات وتقدم شيء حتى يشعر الشارع في عدن بأنها موجودة لخدمتهم مثل ما هي موجودة لخدمة المشكلة أو حل المشاكل باليمن بشكل عام. شكرا لك سيد صالح النود الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي بلندن، كنت معنا عبر السكايب من هناك. بالعودة إليك دكتور عادل، يعني بوضع الاعتبار لما تفضل به سواء سيد فتحي بالأزرق أو سيد النود، يعني ما الذي نحن سنقبل عليه خلال الأيام المقبلة في عدن برأيك؟ هذا السؤال المطروح يحتاج إلى يعني فهم الوضع جيدا داخل العاصمة المؤقتة عدن. أولا أنا باعتقادي بأن هناك أكثر من سيناريو متوقع داخل العاصمة المؤقتة عدن. السيناريو الأول إذا شعر الانتقالي بأن هذه الحكومة لا تتماشى مع مصالحه ولا تقدم لها الخدمات التي يريدها بحسب ما يتكلم الآن أن هذا الأخ صالح النود، فلا يستبعد أن يقوم الانتقالي بتمرد مسلح آخر ضد الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم طرد الحكومة بكل سهولة ويسر، لأن هذه الحكومة بلا قوة وبلا أمن وبلا جيش، وهي تعمل تحت رحمة هذه المجامع المسلحة. لكن هناك قوات سعودية يفترض أنها تعمل على تأمين اتفاق الرياض. لا، القوات السعودية هي عبارة عن مجموعة متواجدة في منطقة جغرافية محددة، عمليا المجامع المسلحة والمناطقية تنتشر في عدن بشكل مكثف، وبالتالي تستطيع هذه المجامع المسلحة أن تقلب المشهد عسكريا في أي لحظة داخل عدن. هذا هو السيناريو الأول. السيناريو الثاني أن يساعد المجتمع الدولي التوصل إلى عملية سياسية شاملة، وأن يكون المجلس الانتقالي جزء في هذه العملية السياسية، وأن يكون إقليم عدن جزء من أراضي الجمهورية اليمنية. وفي هذه الحالة يعني لن يتحقق هذا السيناريو بدون دعم إقليمي ودولي، والآن هذا هو المطروح، السيناريو المطروح الآن ويناقش المجتمع الدولي. والسيناريو الثالث أن نبقى في مرحلة ألا دولة، تبقى المجامع المسلحة مكانها، وتبقى الحكومة محاصرة في قصر معاشيق، تقوم ببعض الخدمات وأيضا تقوم بزيارة بعض المؤسسات بعد التنسيق مع مجامع المجلس الانتقالي. وإذا بقي الوضع على ما هو عليه، فباعتقادي المتضرر الأول هو المواطن اليمني في المناطق المحررة، والمستفيد أيضا من هذا التناقض ومن هذه الصراعات في المناطق المحررة والمجامع المسلحة التابعة للنظام الإيراني في العاصمة اليمنية المغتصبة صنعاء. ولذلك على الدولة اليمنية الآن
أن تسعى إلى تنفيذ الجوانب الأمنية والعسكرية من أجل اتخاذ موقف حازم تجاه المجامع المسلحة وموقف قوي في أي عملية سياسية قادمة؟ يعني هو أنت ربما انتقلت إلى المشهد العام، كنت سأنتقل إليه، كنت أفضل يعني التركيز في عدن، سأعود إلى ذلك على كل حال. قبل ذلك دعنا نرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف، السيد عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية الذي انضم لنا عبر الهاتف إذا من القاهرة. ورحب بك سيد السعدي. إذا قوات قوة الانتقال اقتحمت ثلاث وزارات بعدن ب12 طقما، طردوا المسؤولين والموظفين، ثم أيضا الانتقالي يعني قوات الدعم والإسناد التابعة له تصدر بيانا تدين عملية الاقتحام. كيف أو ما هي أبرز الملاحظات على ما تم سيد السعدي؟ أسعد الله مساءكم ومساء ضيوفكم ومشاهديكم الكرام. ما يحدث في عدن هو يأتي ضمن سلسلة من الفوضى، من حلقات الفوضى أو من محطات الفوضى التي تتناوب على عدن في ظل غياب الدور للشرعية كحكومة، وفي ظل أيضا رغبة التحالف بأن تشود الفوضى في هذه المنطقة لإنجاح مشاريع معينة لهذه الأطراف على حساب اليمن واليمنيين وعلى حساب الناس في هذه المحافظة. لكن عندما تقول أنه غياب الحكومة الشرعية، ليست الحكومة متواجدة في عدن، يعني كيف نفهم المسألة؟ لا يكفي أن تتواجد الحكومة بإجسادها في عدن، يجب أن يكون هناك دعم، يجب أن يكون هناك قرار، يجب أن يكون هناك حماية لهذه الحكومة، يجب أن يكون هناك هيبة لهذه الحكومة. فأين هيبة الحكومة؟ أين قرار الحكومة التي، أين الحماية التي تحمي قرارات الحكومة؟ نحن لا نريد أن تنتقل الحكومة من فلل الرياض إلى قصر معاشق وتنتظر هناك، لا، الحكومة هي فعل، يجب أن يكون لها فعل على الأرض، يجب أن تتواجد. الحكومة لا تستطيع أن تتنقل، الحكومة جاءت على أساس اتفاق الرياض، واتفاق الرياض يقول أنه ينص على سحب الأسلحة وإخراج الميليشيات، لكي تتسنى للحكومة هذا العمل. لا خرجت ميليشيات ولا تم تسليم أسلحة، فكيف سيتسنى لهذه الحكومة العمل؟ لا تستطيع الحكومة العمل في ظل سيطرة طرف معين خارج عن الدولة. إذا أفهم من كلامك أيضا أنك يعني بسياق الأمر هذا تتساءل عن غياب دور التحالف، المملكة العربية السعودية باعتبارها هي المسؤولة عن اتفاق الرياض، وكذا المجلس الانتقالي باعتباره هو المسيطر على عدن. لا هو بالتدقيق يعني بالدقة، مش غياب دور التحالف، هو حضور، ولكنه حضور سلبي للتحالف للأسف، يعني نقول حضور سلبي للتحالف، حضور يضع مصالح هذا التحالف قبل مصلحة اليمنيين وقبل مصلحة أبناء عدن وقبل مصلحة القضايا اليمنية. حضور التحالف يأتي من خلال وجه التحالف الموجود على الأرض. وجه التحالف اللي موجود على الأرض عبارة عن ميليشيات وعن عصابات وعن قوى مسلحة لا تدري لمن تنتمي وتتبع من هذه. فهذا وجه التحالف القبيح اللي موجود اليوم في عدن. فبالتالي التحالف ليس غايب، إنما هو حاضر حضورا سلبيا إلى الآن، حضور يخدم مصالحه، لا يبحث عن مصالح اليمن ولا عن مصالح شعبه ولا عن مصالح عدن ولا أهلها. طيب في هذا السياق، ما هي دلالات هذا الاقتحام بمنظورك؟ يعني هل الأمر يخص عدن أم يتجاوز عدن إلى المحافظات الأخرى التي من المفترض أنها محررة؟ ما يحدث في عدن هو حلقة من حلقات الصراع ما بين الشرعية والإمارات بواسطة أدواتها، وما يحدث في عدن هو يحدث فيها لأنه لا سيطرة على الأدوات بشكل مطلق إلا في هذه المنطقة. السيطرة الكاملة هنا لهم، ويقدروا يتحركوا، يقدروا يلغوا، يقدروا يغلقوا، يقدروا يعتقلوا، يقدروا يقتلوا، يقدروا ينهبوا بشكل مأمون يعني بالنسبة لهم أو مؤمن بالنسبة لهم. بقية المناطق لو تمكنوا من أنهم يسيطروا عليها بنفس السيطرة حق عدن ستجد أيضا فيها اقتحامات، فيها بصق، وفيها فوضى عارمة، ستجد ذلك الكلام. ولكن لأنهم لا يمتلكون إلا عدن، فبالتالي تتم هذه الأفعال
في عدن ما بين الشرعية والطرف الإقليمي الذي دفع بهذه الميليشيات وصنعها وسلحها ويتبنى مرتباتها أيضا على مر ومن السعودية كقائدة للتحالف. ما هو مصير عدن سيد السعدي برأيك في حال استمرت الأوضاع الأمنية بهذا الشكل واستمر وجود القوى المنفلتة وتحكمها بالمشهد؟ مصير عدن إذا لم تتحرك الشرعية وتقوم بدورها وإذا لم يعود التحالف إلى المهمة الأولى التي دخل بها أو دخل تحت مظلتها وبموجب التدخل القانوني الدولي في اليمن ستؤول عدن أو ستصبح عدن، وهذا ما يسعى إليه وما تسعى إليه بعض الأطراف التي يعني تخدم مشاريع الأقليم. سيكون مآل عدن بيد الجماعات المتطرفة. ما يحدث في عدن هو دعوة مفتوحة للجماعات المتطرفة إن عودوا إلى عدن، تعالوا إلى عدن وابدأوا من عدن وقوموا بعملكم في عدن. وأقصد الجماعات المتطرفة عقديا وسياسيا وغيرها. فهذا مصير عدن إذا لم تتحرك الشرعية وإذا لم يعود التحالف ويصحح خطاه ويعود للمهمة الرئيسية التي دخلها التحالف، دخل اليمن لإعادة الشرعية، لإعادة الحكومة الشرعية، دخل اليمن لإيقاف المد على قولتهم المد الفارسي، ولكن يظهر أن المد الفارسي حجز مقعده في يمن الأغاليم الأغادم، وما تبقى فقط هو حماية هذه الأطراف التي تدخلت منع المد، إنما المد أصبح أمر واقع ويبذل أنهم فيها. أن تشير إلى دور الحكومة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، القوى الجنوبية الأخرى باستثناء المجلس الانتقالي وأنت رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، كيف ستتحرك؟ كيف ستتعامل مع الوضع؟ نحن نواصل نضالنا ونواصل جهدنا وفق الإمكانات المتاحة ونتحرك في إطار الشارع الجنوبي وندافع عن حقوق أبناء شعبنا وأهلنا في الجنوب وفي عدن وفي اليمن بشكل عام. المصيبة اليوم تعم الكل، ولدينا برامجنا ولدينا تحالفتنا الذي سنعلن عنه قريبا وسيكون ناصرا للأهداف الوطنية ورافعا لأهداف الحفاظ على السيادة الوطنية والمطالبة بإيقاف الحرب ونبذ العنف و طرد الميليشيات وكف عملها وأفعالها السيئة عن أهلنا وشعبنا. شكرا لك سيد عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. بالعودة إليك دكتور عادل، يعني في بالتركيز على عدن، الحكومة قبل أيام اجتمعت مع السفراء من دول الاتحاد الأوروبي، ثم تأتي هذه الحادثة والحكومة أيضا لم تصدر بيانا، يعني حادثة اقتحام مباني وزارات يقول كثيرون يجب، يعني هي حادثة ترقى لأن تصدر لها الحكومة بيانا، أن يتحدث الناطق الرسمي للحكومة بها. ما لدينا هو بلاغ لمصدر حكومي نشر في وكالة سبع. كيف تقرأ المسألة من هذا المنظور؟ أولا الحكومة في الوقت الراهن هي تتحاشى الدخول في مواجهة مع المجلس الانتقالي في اللحظة الراهنة، خصوصا وأن المشهد أو الموقف الدولي بدأ يتغير تجاه الأوضاع في اليمن، وتحاول قدر الإمكان أن تحتوي الموقف عبر التحالف العربي في العاصمة المؤقتة عدن من خلال التشاور مع مندوب التحالف السعودي. لا ننسى أيضا أن المبادرة الإيرانية في هذا الصدد اليوم يتم صياغتها أو إعادة نشرها وبقوة، وضعها وبقوة. نحن نعرف أن إيران أو الخارجية الإيرانية وضعت في العام 2015 مبادرة للحل في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية، فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية دون شروط، وأيضا الدخول في حوار سياسي مع كافة الأطراف وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الأطراف دون نزع سلاح الميليشيات المسلحة. هذه المبادرة اليوم يناقشها المبعوث الدولي مع إيران، و
وتناقشها الإدارة الأمريكية مع إيران. ولذلك إذا لم تتدارك الحكومة اليمنية والتحالف المشهد الدولي داخل أو المشهد الدولي وتسعى إلى تنفيذ اتفاقية الرياض أو الجوانب الأمنية والعسكرية من هذه الاتفاقية، فلا يستبعد أن يتم إعداد طبخة بعيدا عن هذه الأطراف المتصارعة على الأرض، وتكون هذه الطبخة يعني بين النظام الإيراني والأمريكي وأيضا يتم إشراك السعودية، وسيتم طبخها في مسقط. لذلك الحكومة يعني أن تشير يعني في سياق حديثك أن تقول ما لم يتم تدارك الأمر من قبل الحكومة وكذلك التحالف، لكن في الأساس يعني يقول كثيرون أيضا اتفاق الرياض إذا ما حصل مسألة المجاميع الأمنية التي هي خارج إطار وزارة الداخلية يجب أن تندرج تحت وزارة الداخلية بالأساس. يعني عندما يصدر بيان من قبل قوات الحزام الأمني يعني هذا الأمر بحد ذاته وإن كان مدين للفعل، لكن هذا الأمر بحد ذاته يعني يكشف أن هذا الأمر لم يتم إلى الآن. أولا الآن في عدن كما ذكر الأخ قبل قليل ضيفك عمليا عدن تحت المجاميع المسلحة التابعة للإمارات، والإشكالية المجلس الانتقالي أنه يتناقض مع نفسه. طيب هو يقول الآن هذا أدانت هذه العملية ما تسمى بالحزام الأمني أو كذا، أدان هذه العملية ألوية الدعم والإسناد أدان هذه العملية، لكن عمليا هذه المجاميع هي من ضمن الدعم والإسناد أو من ضمن أحزمة عدن أو سميها أو ما يسمى بطوق عدن أو أي أنها كلها من غرفة واحدة. وتكلم ضيفه وقال لا يمكن أن تقوم هذه المجاميع بأي عملية على الأرض ما لم تكن عبر تنسيق على مستوى، ما يعني أن الانتقال متورط في هذه العمليات ويريد إرسال رسالات أو إشارات للشرعية اليمنية بأنه يجب عليها أن توفر كل احتياجات المجاميع المسلحة من رواتب وما لم فسيقوم بقلب الطاولة على الجميع داخل عدن. لا، لكن هذا الطرح يعني يعطي الحكومة بفرضه يعطي الحكومة المجال لأن تقول الأوضاع غير آمنة في عدن وبالتالي نحن لدينا الحق ربما أن اتفاق الرياض لم ينفذ بالشكل المطلوب أن نتوقف عن التواجد هناك وأن نخرج. أولا أنا خروج الحكومة من عدن باعتقادي ليس إيجابي باعتقادي الشخصي، تواجدها في عدن رغم المعوقات الحالية أمر جيد داخل العاصمة المؤقتة عدن. صحيح أنها تعمل تحت رحمة هذه المجاميع المسلحة، ولكن أن تتواجد هذه الحكومة داخل أراضي الجمهورية اليمنية فهو أفضل من أن تتواجد داخل عواصم الدول الأجنبية. ولكن في المقابل الكرة الآن هي في ملعب الرئيس هادي ملعب الرئيس هادي والسعودي وليست في يد الحكومة. كيف ذلك؟ يعني بالنسبة للحكومة عبارة عن شخصيات يقومون بعمل وظيفي، ولكن من يصدر القرار السياسي ومن بيده القرار السياسي والعسكري هو التحالف والرئيس هادي. ولذلك إذا لم يتدارك الرئيس هادي والتحالف العربي بقيادة السعودية الأعمال داخل عدن فلا يستبعد أن يتم سحب القضية اليمنية برمتها من يد التحالف والشرعية وتبقى شأن إيراني أمريكي دولي. شكرا لك دكتور عادل بشيلة الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، في أمان الله.